فينيسيا الجميلة مقصد ملايين السائحين من جميع أنحاء العالم. يعاني سكانها من أزمة القمامة والنفايات التي تملأ المدينة بسبب كثافة إقبال السائحين عليها، خاصة غير المقيمين الذين لا يدفعون ضرائب الإقامة في الفنادق. وتضم المدينة السياحية أقل من 60,000 نسمة يعيشون في مركزها التاريخي، ويدفع أهلها نحو 40% أكثر من باقي سكان إيطاليا من تكلفة جمع القمامة في المدينة. ولتخفيف الضغط، أعطى البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر في نهاية عام 2018 للمدينة لفرض ضريبة على الزائرين الذين لا يدفعون ضريبة الفنادق في المدينة ويأتون عبر رحلات اليوم الواحد. الوضع الحالي هو أن 70% من السائحين الذين يزورون فينيسيا لا يقضون ليلتهم هنا ولا يشغلون الفنادق، فهم يأتون خلال النهار ويسهمون بنسبة 30% فقط من معدل دوران السياحة في المدينة، والواقع أنهم كلفوا المدينة أكثر مما ينفقون. وتضطر فرق التخلص من النفايات لتنظيف المدينة سيرا على الأقدام بسبب الطبيعة الجغرافية للمدينة، إلا أن الصعوبات التي تميز فينيسيا لم تمنعها من أن تصبح واحدة من المدن الرائدة في إعادة تدوير النفايات. ووفقا لتقرير صادر من قبل معهد حماية البيئة، نجحت المدينة في عام 2017 في إعادة تدوير نحو 68% من نفاياتها، أي أكثر بنسبة 20% من المتوسط الوطني.